كان ايه في ابرز بقى جروحين. نقط الخلاف بينك وبين سامح عاشور نقيب المحامين؟ ابرز الخلافات انه قاعد 15 سنه نقيب المحامين وهو نفسه بيقول لازم نجدد الشباب ولازم نجدد الدماء وفي مؤسسات الدوله يعني هو نفسه لما بيتكلم كسياسي حتى بيتكلم بيطرق الكلام النقطه دي والفيديوهات على اليوتيوب كتيره له في التغيير. في التغيير، طب انت 15 سنه واحد يا اخي سنه الحياه ان يبقى في تغيير، انت جربت نفسك واديت ما عندك خلاص ادي فرصه لحد تاني هو متكلب. ده نمره اتنين، اهم شيء انا عاوز ايه في نقابتي، يعني نقابه المحامين عاوزين ايه، ماذا يطمحون، عاوزين خدمه نقابيه تتمثل في العلاج، تتمثل في المعاش، دي اهم حاجه بالنسبه للمحامي. مفيش المعاش اضعف، رغم ان ايرادات نقابه المحامين، يبقى المشكله دلوقتي مع الاستاذ سامح عاشور ان في سوء اداره للموارد الماليه. الفاظها هي دقيقه واضحه وواضحه، سوء اداره في الموارد الماليه، مفيش ضبط للانفاق. انا عندي ايرادات نقابه المحامين تقريبا دخلت على نص مليار دلوقتي في السنه، نص مليار بكلامه هو بارقامه طبقا لتصريحات نقيب المحامين والكتب اللي طبعها اثناء الانتخابات، نص مليار رقم مع مدلول ده على الخدمه، مفيش الخدمه الصحيه تراجعت، مفيش خدمه علاج، كل المستشفيات بتلغي، الدكاتره الكبار بيضغط. اهم ما كان يميز نقابه المحامين انه ملف العلاج، ملف الخدمة الصحية كانت تتميز به نقابة المحامين. أنا أذكر أنه نقيب رئيس نادي الأوضاع الأسبق وأنا أمين صندوق قال لي كلمني وقال لي ممكن نشرب قهوة مع بعض، كان مستشار أحمد زند ولا لا المستشار زكريا عبد العزيز، زكريا عبد العزيز وقت ما كان رئيس نادي الأوضاع 2005، قال لي أنتوا عاملين نظام العلاج إزاي، يا ريت تديني صورة منه وتفاصيله لأن إحنا عاوزين نطبقه. فشوف احنا في 2005 كنا متقدمين على نادي القضاء، كنا بندي للمحامي يعني سقف العلاج بتاعه 15000 جنيه الحد الاقصى. بيدفع كام المحامي؟ انا مهمتي كنقابي اخفف عن كاهل المحامين العبء، مش كده؟ انا كنت باخد من المحامي 20 جنيه رسم اشتراك، 20 جنيه بديله خدمة علاجية سقف 15000 جنيه. إذا كان زوجته هتشترك ممكن آخد منها 50 جنيه. ولاده ممكن آخد من كل واحد فيهم 50 جنيه. أدي المحامي 60% 70% نسبة إعفاء. والنقابة تتحمل يعني النقابة تتحمل النسبة دي وهو يدفع 40% أو 30%. دلوقتي بقينا الأستاذ سامح عاشور عمل نظام علاج، اولا سلمني لشركه استثمار، شركه استثماريه، يعني النقابه كانت تدير ملف العلاج. دلوقتي بقى مع شركه ثانيه خالص بقى، شركه لمده سنه ومشيت ما كملتش. صحيح ده موضع بلاغ قدمته للاستاذ المستشار النائب العام مؤخرا. جاب شركه علاج اداها ملايين ملايين، اداها مش احنا ناخد منها علشان تعمل بطاقات علاجيه، كارنيهات، حاجات كده. النقابه كانت بتطبع البطاقه العلاجيه، انا مش محتاج اعمل كارنيه الكتروني واديها والشركه تقول لي انا هبقى اسدد لك لما احصل من المحامين. انت بتتكلم عن اهدار موارد يعني. اهدار موارد. انا مش عايز اغرقك في تفصيلات، لكن انا بدي ملامح عامه عشان الساده المحامين اللي سامعيني، لان انا حجبتي ان انا اقول ده اثناء الانتخابات. انا واثق ان انا هرجع للانتخابات قريب. بعد محكمة النقد إن شاء الله في 16 مارس تبطل. أنت واثق؟ أنا واثق لأنني دائما أراهن على محكمة النقد ودائما ما أفوز. أنا بقول الحصن الحصين للمصريين النهاردة محكمة النقد. أستاذ منتصر زيات واثق في أنه الانتخابات بتاعت نقابة المحامين هتتعاد في بعد محكمة النقد إن شاء الله تماما. بس أنا مش هطول عليك، بس يعني لو أذنت لي أتفضل. أنا أقفل الحتة دي كويس من غير تفصيلات دقيقة. فأنا كنت قبل الفترة الجولة الأخيرة بتاعت الأستاذ سامح عاشور الأربع سنين اللي فاتوا، كنت بدي المحامي على مدى السنين بدي للمحامي خدمة علاجية كويسة
مقابل 20 جنيه سقفه 15000 جنيه، جه سلمني الشركة الاستثمارية رفع الاشتراك في العلاج للمحامي 200 جنيه من 20 بقى 200 جنيه، ارتفاع هائل. طب ما هو ده هيخليني اروح لحاجة تانية صعبة جدا، إذا كنت أنت كنت تخليها 20 وأخليها 200، الناس انتخبته ليه؟ المحامين بينتخبوه ليه؟ ده إذا كانوا انتخبوه. يعني إذا كانوا انتخبوه؟ إذا كان فعلا المحامين انتخبوه. أنا بقول لك إن الانتخابات ده تلميح خطير ومحتاج من حضرتك توضيح. يعني أنا بقول إنه الانتخابات الأخيرة دي واللي قبلها، بس الأخيرة كان العبث بالعملية الانتخابية كان مفضوحا. سامح عاشور، الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين المطعون في صفته، استغل انشغال الدولة المصرية بانتخابات مجلس النواب. أنا ما بقولش إن الدولة زورت ولا شاركت ولا عبثت، لا أنا صريح، ولو في هقول، وأنا كنت بقول ده في أوساط المحامين على فكرة. الدولة المصرية كانت منشغلة بانتخابات مجلس النواب. هو اللي أشرف على الانتخابات لأنه نقيب المحامين موجود ومجلسه هو مجلس، يعني هو اللجنة المشرفة على الانتخابات هم 5 موظفين. أنا أحترم موظفين نقابة المحامين وأنا عشت معهم وكلت معهم عيش وملح. في 5 محامين بالاسم دول عملهم لجنة مشرفة على الانتخابات، طبخوا كل حاجة، طبخوا. قال سيادته قبل الانتخابات انا هعمل اشراف قضائي. طبعا انا فاهم، انا اكتر واحد ازعم انني افهم دماغ سامح عاشور كويس. انا مسكت في دي. هو القانون المطبق حاليا قانون المحاماه الاعرج الاخرق المليء بالثغرات بيدي نقيب المحامين ومجلس نقابه المحامين اللي هو قانوننا 17 طب القانون انه يعمل الانتخابات مجلس النقابه كويس. هو تنازل عن هذا الحق، قال انا هجيب هستدعي اشرافا قضائيا. ايه الاشراف القضائي ده؟ هيئه النيابه الاداريه. مع كامل احترامي وتقديري للنيابه الاداريه، في مطاعم على انها هيئه قضائيه مستقله، في مطاعم وفي احكام من محكمه النقض، ومع ذلك هم لهم كل تقديري واحترامي وثقتي. تمام. انا رحت قابلت الاستاذ المستشار رئيس هيئه النيابه الاداريه، قابلته بنفسي وقدمت له طلب، قلت له الاستاذ النقيب تنازل عن حقه في الاشراف واناط اليكم هذا الحق، يبقى لما تمارسوه حضراتكم تمارسوه صح زي ما القضاه كانوا بيشرفوا على انتخابات. ازاي؟ حضرتك تهيمن على النقابه بموظفينك، مع موظفين النقابه تنقي الجدول، تشوف الجدول الاول. ما عملوش كده. طيب الانتخابات مش يعني خلاص الميعاد اتحدد وخلاص، قلت له طيب انا مش عايز اوقف الانتخابات برضو، انا طالب طلب وحيد ان التصويت يبقى ببطاقه الرقم القومي. ليه؟ في شكوك وهواجس حول العبث ببطاقات نقابه المحامين. من مين العبث؟ من ناحيه من موظفين تابعين للاستاذ النقيب، التابع والمتبوع، علاقه التابع والمتبوع. ده انت كده بتتهم النقابه كلها. لا مش كلها، ما هي اداره الكرنيهات دي ايه؟ موظف بيشرف عليها، كمبيوتر سهل العبث بيه نقل. وده انا مش بقوله مرسلا، حضرتك يعني محامي طبعا وعارف ان الكلام ده ممكن تقاضى عليه. انا ادارات كامله أنا جاهز جوه نقابه المحامين العبث 6 شهور. نفسي ده انا بروح للنيابه وقلت الكلام ده في طلب في بلاغات قدمتها للاستاذ المستشار الفاضل النائب العام، وانا بحترمه جدا النائب العام جاي. والبلاغات دي راحت فين؟ يعني تحت التحقيق، انا متابعها جدا. صحيح ماشيه ببطء، لكن الاستاذ المستشار النائب العام وانا ابيته التقيته شخصيا، حولها لنيابه وسط، ونيابه وسط حولتها لنيابه جعب الدين، وبعتوا لي الاسبوع اللي فات ان انا اجي ادلي باقوالي. صحيح ماراثون طويل، انا مش هفقد صبري. فالموظفين دول سهل حكم قضايا على فكره. قبل كده اثبت انه اتنقل محامين مثلا من بولاق مثلا راحوا اسكندريه دخيله، فيروح المحامين يوم الانتخابات فين؟ ما يلاقوش اسمائهم، يمشوا، ما فيش محامي بيتعب عشان يدور على اسمه، تقعد دخيله وهكذا. العبث بالجدول، تم التلاعب في البطاقات، تم التلاعب في الجداول، في ناس متوفيين اسمائهم نازله، في ناس مسافرين بره مصر اسمائهم نازله، في ناس مش هل النسبه المئويه في التلاعب ده كانت تكفل ان الانتخابات تطبق؟ أقول لحضرتك حاجه، يكفي بس ان انا اشير، عشان كده انا واثق ان محكمه النقض، وانا ثقتي كلها في محكمه النقض.
يكفي انه في 30,000 صوت 30 رقم منحوا لمرشحين كان يجب استبعادهم من كشوف المرشحين. مين هم؟ الذين رفضوا توقيع الكشف الطبي عليهم وفق لحكم قضائي صدر من محكمة القضاء الإداري إن لازم نروح نكشف المرشحين سواء على مقعد النقيب أو الأعضاء بخلوهم من المسكرات والمخدرات. أولا القرار التنفيذي الذي أصدره الأستاذ النقيب قرار يعني غير صحيح، لأنه طلع قرار تنفيذي ما وقفش الانتخابات وأعاد وعمل، يعني لا، هو أصدر قرار تنفيذي يا مرشحين روحوا أي مستشفى وهاتوا لي كشف طبي. هو في مجلس النواب كان بيحصل كده؟ مجلس النواب كان بيقول لك لازم تروح فين؟ المعامل المركزيه لوزاره الصحه، ما فيهاش هزار. لكن انت بتديه حريه الواحد دليل العذر، احنا كمحامين عارفين دليل العذر ده بيتباع في المحكمه، الشهاده الطبيه المختومه دي بتتباع في المحكمه. دي واحد. اتنين ما راحوش، في عدد من المرشحين ما كشفوش. وصوتوا. ده هم مرشحين. المفروض يستبعدوا من كشوف المرشحين. اسمائهم نزلت في كشوف الايه؟ المرشحين. الناخبين عموم المحامين راحوا ادوهم اصوات. قيمه الاصوات دي 30,000 صوت، تبطل ولا ما تبطلش؟ انت اثبتت الكلام ده في البلاغات؟ طبعا